بالنسبة للأهالي دارنا معروف عليهم يعني يغرقوا في حب المدينة، يعني نعم تطرف في تطرف، هو تطرف حب من مدينة دارنا، هذا نعم التطرف اللي عندنا نعرف. نعم يعني أهل دارنا يحبوا دارنا يعني قول مبالغة، قول تطرف، قول أي شيء، هذا هو التطرف اللي عندنا احنا دراونا. عندنا الشلال الحمراء، وعندنا الميادين، وعندنا جامع العتيق، هذه هي الوادي، هذه هي هويتنا في دارنا، الصحابة هذه هي هويتنا في دارنا، وهذه اللي نحبه في دارنا. نحن مش معقولة أهل دارنا يسمحوا الناس يعبثوا بمدينة حضارية، مدينة الثقافة، المدينة اللي ولد فيها المسرح عندما كان الأمية منتشرة في ليبيا، المدينة اللي أول مرأة تعلمت في ليبيا في مدرسة الناصر الحمراء الإيطالية في 1928، يعني هذا كله مؤشرات. الحاجة الأخرى، نحن لسنا أنانيون، يعني مش ما عندناش حب الذات، بس نحن والله نتألم لأهل تورغا في القطاف، ونتمنى يرجعوا اليوم قبل بكرة، والله نتألم لما يحدث في في في, في سبها، لكن بالمقابل يعني يعز علينا ويجرحنا ان نحن شهداءنا شكلوا مشيمه في رقعه ليبيا كلها، فيش مكان عندنا فيه شهيد. الحاجه الاخرى ان نحن كاهل دارنا قوافل الاغاثه لم تغب على اي مدينه من مدن ليبيا، والان مدينه دارنا محاصره، يبحثون عن عن عن, عن رغيف خبز. يعني انت عارف رمضان في ليبيا والاجواء بتاع رمضان والتظاهر والتواد والامور الدنيا والتشكيك الان مش يعني يفقد لكسه الخبز ويفتقد لحبه الطماطم. يعني هذه معقوله ان احنا ليبيين نبقى مدينه فيها 120 الف مضروب عليها حصار، دائما اشبه فيه بحصار هولاكو، حصار تيمور لانك، حصار العصور الوسطى، وساكتين عليها، يعني الامر هذا يمشي. طيب يا سيد، خلينا ندير مقارنات. في بروكسل لما هاجمت الثعالب السوداء اللي هم متطرفين وهاجموا المسرح، يعني هل هذا كان مبرر ان هم الشرطه البلجيكيه تقصف بروكسل وتدمر على بعضها؟ لما لواعش جو فجروا هنا هيئه المفوضيه للانتخابات، هل هذا مبرر انك انت طلبت كلها؟ هذا اذا كان انت عندك حجه عليها، يعني امر ذي. طيب الشباب استعدوا وغيروا المسمى وراضين بالجيش، الجيش اللي هو جيش، راضين بالحكومه، الحكومه اللي هي حكومه، الناس حطوكم في حرج، يا جماعه اتفقوا على حكومه تقود البلاد ونحن معاكم. نحن اصبحنا نشاز، نحن بالنسبه لنا نحن لثني، خلينا نسموا الحكومات بالاشخاص، لان ليبيا اصبحت اشخاص، ما اصبحت دوله مؤسسات. قالوا لثني يتعامل مع دارنا، ولا السيد فايز السراج يقدر يتعامل مع دارنا، كل واحد يرى فيها عدو. ونحن زي ما تقول بالمثل الشعبي الليبي بتاعنا نقول احنا بين الفرش، لا هذا قبلنا ولا هذا قبلنا. يا سيد كان فيه منشار يقص رقعه جغرافيه، هذه حطونا في جزيره في البحر تريحوا منا، اذا كان هو الامر، اذا كان عندنا هذا الامر. نعم طيب، لكن نأكد عليها، احنا لا يمكن التخلو عن دارنا. الحاجه الاخرى لو سامحني فيها، النقطه هذه مهمه جدا، ان من اللي بيد الحل هم الناس الجياع في دارنا. نحن لا يمكن واحد خارج دارنا يتحدث عن دارنا بخارطه معينه، عبروا صح والرفض والقبول هم الناس اللي شاعوا، والناس اللي تبادلوا بنزينه، والناس اللي قطع عليهم الضي حلمهم خبز. ونشير ايضا للموقف الرائع لاهلنا واحبابنا في مدينه مرتوبه، اللي هي يعني توصف بالكرم، واهلها دائما يعني يسعوا للخير، ودائما يعني يحلوا مشاكل الناس، وهو امر نابل، امر عادي جدا وامر طبيعي، وهذا هو الصح. اما ما عداه نعتبرها نتوءات وندوبات على وجه